حديثنا حول جمعية عطايا لإغاثة فقراء غزة الخيرية، والتي تقوم بكفالة الأسر الفقيرة والأيتام، كما تمد يد العون للمحتاجين للتخفيف قدر المستطاع من معاناتهم. دعونا أصدقائي نتعرف على أهداف جمعية عطايا وأبرز مشاريعها، لا سيما في شهر العطاء شهر رمضان. كل ذلك وأكثر مع ضيفنا خالد سليمان شيخ العيد، رئيس مجلس إدارة جمعية عطايا لإغاثة فقراء غزة، ينضم لنا عبر سكايب. نرحب به. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. حياك الله. أهلا صباح. أهلا وسهلا بكم. صباح الخير. نعم. سعد الله أيامكم وكل عام وانتم بخير. وأنتم بخير. يا ريت بس تعلوا الصوت شوي لحتى اسمعوا أكثر معنا المخرج. بداية معك يعني أستاذ، دعنا نتعرف معك على فكرة وهدف جمعية عطايا. جمعية عطايا لإغاثة فقراء غزة جمعية لمد يد العون والمساعدة لإخواننا وأبنائنا في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة. نقدم لهم الطعام، نقدم لهم الزكاة، نقدم لهم الكسوة، نقدم لهم العلاج للمرضى. وخاصة هذه الأيام توقفت الحياة وتوقفت مصادر الرزق بسبب كورونا. نعم. طيب لو تحدثنا أكثر، يعني كما نعلم أنكم تقوموا بكفالة الأسر الفقيرة، فأخبرنا عن يعني الخدمات التي تقدمونها لهذه الأسر الفقيرة. نحن نقوم في شهر رمضان بطهي الطعام وطبخه وتوزيعه على آلاف المحتاجين من أبناء قطاع غزة، كما نقوم بتوزيع زكاة المال على الأيتام والمحتاجين والموازين، كما نقوم بكسوة الأطفال وإدخال الفرحة عليهم أيام العيد، كما نقوم بذبح يعني الذبائح وتوزيعها اللحوم على الناس المحتاجة. نقوم بمشاريع أخرى أيضا، زيارة المرضى وتقديم العلاج، كما نتواصل مع إخواننا في جمعية مرضى الكلى وإخواننا في جمعية مرضى السرطان وإخواننا في جمعية الصحة النفسية. نعم، يعني تستهدفون المرضى والأيتام والفقراء المحتاجين بطبيعة الحال جمعيتكم. نعم نعم. طيب لو نعم نعم نعم. طيب لو تحكي لنا أستاذ خالد، يعني كما نعلم أنه شهريا لديكم مشاريع إغاثية متعلقة بتأثير جائحة كورونا على قطاع غزة، أو بالأحرى قطاع غزة، أخبرنا بالتفصيل. نقوم بتعبئة أسطوانات غاز حيث يحتاج الناس يعني الغاز، نقوم بتعبئة ثلاث غذائية نقوم بتوزيعها على الناس. عندنا الناس في قطاع غزة فرص العمل متوقفة، أغلب شبابنا في قطاع غزة في بطالة، ما في عمل، الحياة توقفت. نقوم أيضا بزيارة المرضى، العلاج يحتاج إلى أموال كثيرة نخفف عنهم. في بعض المرضى يذهب إلى مصر أو إلى الأرض المحتلة، بنوفر له مواصلات قدر المستطاع، بنساهم في تخفيف العبء عن أبناء شعبنا في قطاع غزة. نعم. هل هناك أي إحصائيات لأعداد الأسر أو الأيتام اللي تم كفالتها من قبل جمعياتكم؟ أعداد الأسر المستفيدة آلاف. نعم. آلاف الأسر تستفيد من المطبخ ومن يعني دعمنا لإخواننا في قطاع غزة. الأيتام، مشروع الأيتام فتحناه، يعني تم افتتاحه مشروع جديد ما يقارب من 70 أسرة من الأيتام بداية تستفيد منه. نعم. طيب أنا حابة أعرف تفصيل أكثر يعني معكم أستاذ خالد عن الأنشطة والمشاريع التي تقوموا فيها خاصة في الشهر الكريم بشهر رمضان. في شهر رمضان عندنا المطبخ المفتوح، مطبخ نقوم يوميا بالطهي وطبخ الطعام وتوزيعه على ما يقارب 7500 شخص. نعم. كما نقوم يوم الجمعة بذبح الذبائح وتوزيعها أيضا على النقاط، نقاط المحتاجين، أماكن تواجد المحتاجين والموازين. أيضا نقوم بصرف أدوية للمحتاجين والموازين من أبناء قطاع غزة، تابعة أسطوانات غاز، سلال غذائية توزيعها أيضا، نقود، نوزع نقود على بعض المحتاجين اللي هم بحاجة إلى مساعدة من طرفنا. نعم. طيب هل هناك أي مشاركة من مؤسسات أخرى أو جمعيات أخرى لتقديم هذه الخدمات؟
نحن بداية يعني نحن نتواصل كدعم لإخواننا في مرضى السرطان وإخواننا في مرضى الفشل الكلوي وإخواننا في الصحة النفسية، نحن نتواصل معهم نقدم لهم الدعم المساعدة حسب المستطاع حتى نخفف أعباءهم. نعم. طيب أخيرا كيف يمكن الشخص فعلا يعني يتواصل معكم لحتى يقدم تبرعات لجمعيتكم؟ نحن رقم يعني موجود على موقع الفيسبوك، نعم. موقع تويتر، مواقع التواصل الاجتماعي، استطاعوا أن يتواصل مع الأخوة وهم يعني يتواصلون معه على الخاص ويعني يرشدونه إلى الطريق الأمثل الذي هو يريده، إما طعام أو كتلة، نعم. أو زكاة مال أو بناء بيوت أو أي شيء هو يعني يحب أن يقدم صدقة عنه أو عن والديه. نعم. نحن مستعدين. جميل جدا، بالتوفيق دوما، جهود مباركة صراحة. شكرا لك ولوجودك معنا اليوم. خالد سليمان شيخ العيد، رئيس مجلس إدارة جمعية عطايا لإغاثة فقراء غزة، شكرا لك.